شكون قابلت البارح. شكون؟ تي طالة. طالة انت؟ ما تقوليش احمد. اه واحمد غامق. يدي انت نورمالمون تطلع شكون قابلت، خاطري انا قابلته ولا انت طلعته؟ ليه انت قلت لي طلع انت يا اخي؟ انا طلعته ولا طلعنيها الزوز؟ انا تقام بعد شد تكمي. تكمي تحسيش حاجه تتشرب؟ حق مشينا القبل اللي فرحوا بينا وشربونا التكمي. بشفيه تكمي جي حتى ماركه متاع حوايج، شريت ماريولا لاكوست في الجريل وسرويل تكمي في النوار. صح صح. طلع انت وبقديش؟ وبقديش تحسيش كلمة تتقال كي واحد يراعي صاحبه؟ وبقديش رعشت جي سبة زيد. شكون؟ الحبيب تي عنده بزيد ولو بقديش. خلي عادة من النفاق. نفاق تحسوش اسم طفلة تسكن في المنار وعمرها 22 سنة وسمينة شوية وديما عندها بنوات ماكلة؟ تي خاطر بها يخدم في الديوانة. في بالك أمها كي تسب مازلت تستعمل كلمات قدم كيما يلي بيك يلي عليك؟ يلي بيك ويلي عليك تحسش في الوسط برشا كلم زايد؟ يلي بيك شتربم شتربم يلي عليك تحسهم زيدهم كوبل ديما مع بعضهم. تي كيما لاريسة وصلتها بشوية تنعقل عليهم من اللي صغير ديما مع بعضهم. كي ليه مو تخلي المايونيس والصحن وصارت خوية بارتيزا كلب. اوي مو تخلف القعدة برجولية من الحرايمي. حرايمي تحسوش لقب واحد يلعب جولف ابن خيار؟ عبد السلام حرايمي. اما يا شبع بنك البريود الاخرى الاخرى والمسخونة. اسمعني يا ينوحنوا الببليك معانا. تو زعما فهمنا الببليك؟ انا مانيش فاهم. شنو اللي ماكش فاهم؟ اللي هما مش فاهمينه. يفهمني تو مفهمه. مادام انت فاهم فهمهم. فهموا اللي نحنا مش فاهمين. فهمت اللي نجم نوحنوا الببليك معانا. بلا السلعة صاحبي. شقاولك انت في سلعة الدندان وقصته؟ كلمة دندان تحسيش خرجت على واحد بوتي صوتو خايب يا اخي ما شاو فيه الدندان؟ تي تحكي لي على طفل نعرف بلا مرة امه كي تبدا عندها حنة تلبس قفطان. كلمة قفطان تحسيش آلة عزف إيرانية يقولك يعزف على آلة القفطان؟ ليه تجي اسم عيلة لبس عليهم عيلة القفطان اللي يقولك؟ واه عيلة المدام من غادي رد بالك تغلط. ها مش قلت انا عيلة لبس عليهم ظاهرة عايشين في البذخ. كلمة بذخ تحسوا مرض خايب يطلع بين السويبة يقولك طلع له البذخ في سويبة وعافينا وعافيكم وعافيف وعافيف كل مرضت بيه. فمار الوحلة بشي يولي عدوى. يولي عدوى ذكرني مدام عدوى متاع العربية تسلم عليك. يسلمك ويسلمها حتى يسلمك ويسلمها ديما مع بعضهم. انا نحسهم يخرجوا مع بعضهم اما باحترام فماش يعني بوس وبلادة كلمتين نضاف. نضاف شد مس يحمس. في بالك شلقت بحرف جديد؟ برسمك حرف جديد. حرف جديد ليش لقبين الحرف جديد؟ لقيتوا بعضها حرف البنك ماست حروس. حتى انا حلبت لها ماست بعد ما قلتها حبيت نجبدها في الهواء شي وصلت لوذنيك. وذنيك؟ وشنية اللي تجبدها في الهواء يا حروس؟ الكلمة باش نقطع لك الكلمة متاعك. اسمعني خنسلو انا توا عندي رونديفو مهم. اهم مني صاحبي؟ اهم منك. تي تشكر فيا خاطرني بحذاك؟ ليه يا حروس انت ماكش مهم هو عبد مهم. مش تقابل عبد مهم اسمه حلو عبد مهم نسلم عليه. يبلغ يبلغ تحسش بلاصه في قريش ذهب الى يبلغ. بارك لي على التليفون. الف الف مبروك صح. اتقعد بارك لي على التليفون متاعي. التليفون متاعك ترى شوف تلبكش عبد المهم حق ذكرتني باش نقابل عبد مهم.
شفتيش مدخلك في عبد الوهم دخلتني بعد انت منين تعرف وانت نمشي ولو زوز دي بالك يعرفني يا خويا برا اسالو انت انا علي لهنا طب تراني نخلط عليك قال لي نخلط عليك هو يا اخي هدد فيا ولا جسا ولا انا خديت موقف هكاكا فلوريدا شينغوم شاك شاسي شنو هي الجمله اللي قلتها بريف برا مو ظالم الراجل انا حروز مانيش باش نبتا صح لي بتيت صح راك تعمل في البتيت اسمعني نعطيك نصيحه شنو هي نعطيك نصيحه كيكا نصيحه خوذه ما نسحقيش عندي ما تعملش عليا مزير بيت تعطيني نصيحه نعطيك نصيحه ترى هيك كان جيت الدنيا دنيا قول احرس في التراس ولا في شي قولولو شي قولولو تحسوش اسم مشاش ويخدم عند فنانه كبيره في العمر شي قولولو يا حروز زي جاوي نمشي